دلوقتي مشاهدينا جولة في الملاعب المحلية والعالمية مع هالة، اتفضلي. شكرا شاذلي. زي ما انت قلتي يا منى، يعني كلنا متشوقين لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخاصة مع مشاركة منتخب مصر. وحفظتينا انت التواريخ 14 18 22. هنقابل موزمبيق وغانا وكاب فيردي ان شاء الله. على العموم تابعونا في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا خاض تدريباته الرئيسية في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى بكرة ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية اللي بتحتضنها كوت ديفوار، واللي هتنطلق النهاردة وهتستمر لحد يوم 11 فبراير. كمان تفقد الجهاز الفني واللعيبة بتوع منتخب مصر استاد فيليكس المستضيف لمباريات المنتخب في المجموعة الثانية واللي بتضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي في بطولة كأس الأمم الأفريقية. ومن ناحية تانية، وصلت لعيبة منتخب موزمبيق تدريباتهم ضمن الاستعداد لمواجهة منتخب مصر في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار. أما النادي الأهلي فبيواصل تدريباته على ملعب التتش بمقر الجزيرة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر استعدادا للمرحلة الجاية. خاضت اللعيبة فقرة بدنية في بداية التدريبات، وأدى حراس المرمى كمان تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أعلن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لمدة 3 سنين ونص مع إمكانية إضافة موسم، وده مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا. منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الإسباني خوان باستور فاز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 37-21 في البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية واللي بتستضيفها مصر يناير الجاري. منتخب مصر لكرة القدم النسائية للناشئات خسر أمام المنتخب الكاميروني بنتيجة 4-2 في اللقاء اللي جمعهم على استاد الإسكندرية في ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2024 بكولومبيا. ونادي ليفربول الإنجليزي وجه رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح قبل المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال 34 بكوت ديفوار. نشرت صفحة ليفربول صورة لمحمد صلاح وكتبت كل التوفيق للاعبنا محمد صلاح مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. فاز منتخب قطر على نظيره منتخب لبنان بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت في افتتاح منافسات النسخة 18 من بطولة كأس آسيا 2023، وأحرز أكرم عفيف نجم منتخب قطر الهدف الأول في النسخة الحالية من كأس آسيا بالدقيقة 45 من زمن اللقاء. خلصت نشاطنا الرياضية أعزائي المشاهدين، ودلوقتي هنروح لفاصل سريع.